السلام عليكم. حزب الله مهددا إسرائيل. لبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخ مرعبة، ويسترجي الإسرائيلي أن يقرب. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. وجاء حزب الله اللبناني تهديدا لإسرائيل على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد، مؤكدا أن لبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخ مرعبة. وخلال لقاء سياسي في جنوب لبنان، قال محمد رعد: المعركة الانتخابية القادمة هي معركة سياسة ستعمل من خلالها على توجيه رسالة إلى الأعداء الخارجيين، مفادها بأننا قوم لا نهزم، حتى لو جعنا، وحتى لو منعتم الكهرباء عنا، وحتى لو عثتم خرابا في مؤسساتنا، حتى لو لم تتركوا قرشا للتنمية في خزينتنا. خلاصة رسالتنا للأعداء: مهما ستفعلون فإنكم لن تستطيعوا أن تهزموا وتنالوا من صمودنا، بل سنعود لنبني بلدنا بطريقة ليس بطريقتكم وكما تريدون. وأضاف محمد رعد: الجميع يسعى لإبعادنا من ساحة العمل النيابي حتى يقدروا يكفوا شغلهم وفق أجندتهم. نحن موجودين رأس هؤلاء الذين يريدون أعمدة الدولة في الأرض، وهم حاضين رأسهم برأسنا حتى يشلون من مجلس النيابي، ويقولوا نحن أخذنا الأكثرية التي يريدونها من أجل تأمين قوانين تسمح لهم بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي. وعلق رعد على ملف التنقيب عن الغاز قائلا: لدينا عروض دولية للتنقيب عن الغاز لمصلحتنا ومن دون أن ندفع كلفة، لكن الأمريكي رافض لأنه يريد أن يأتي بالشركات كي يدفعون أجرها واستثماراتها وبالشروط التي تفرضها علينا، وأن يبتزنا بالعدو الإسرائيلي. وأكد أن الإسرائيلي لا يمكنه أن يهددنا بشيء، فلبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخ فتاكة، مضيفا: يسترجي الإسرائيلي أن يقرب، وهذا ما يفقد الأمريكي عقله، ومن أجل ذلك هم يتوسلون بكل وسيلة من أجل أن يلووا ذراعنا. ولطالما هذه الذراع هي من جسدكم يا أشرف الناس فإنها لن تلوى. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.